وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وليتخذ منكم شهداء، وقوله سبحانه: والله لا يحب الظالمين. جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، وإعادة اللام التعليلية مع كون الجملة السابقة ومع كون الجملة السابقة على المعطوف عليها، وهي الجملة الأولى، مقترنة بهذه اللام للتذكير بهذا التعليل. ولذلك اقترنت أيضاً هذه الجملة بالإتيان باسم الجلالة صريحاً من غير أن يكتفى بالضمير، ومعنى ذلك أنه جيء بالاسم الظاهر ليحل محل الضمير، وما ذلك إلا من أجل ما يفيده ذلك كله من التأكيد. والتمحيص من محص الشيء يمحص، هكذا روي عن الخليل، فقد روي عنه: محص الحبل يمحص محصاً إذا زال زئبره، وذلك بكثرة إمساك الحبل. وهذا كما روي عن حنيف الحناتم أنه وقف على ماء غائر فقال له: إنك لمحص الرشا بعيد المستقى مطن على الأعلى. فمحص الرشا يعني أن رشاء ذلك الماء لطوله وكثرة وقوع الأيدي عليه محص بحيث زال زئبره. وروي عن الخليل أيضاً: محص الجمل، بمعنى زال عنه وبر. وهذا يعني أن التمحيص التنقية، كما قال ذلك كثير من اللغويين. فأصل التمحيص التنقية، وبناء على هذا فالتمحيص هنا إنما هو بمعنى تنقية المؤمنين من أوضارهم، بحيث ما كان في نفوسهم مما سبب الهزيمة لهم ينقون منه تنقية من قبل الله تبارك وتعالى بالذي وقع، حتى يعودوا كالذهب المصفى. وهذا
هذا هو معنى معنى قول من قال أيضا بأن التمحيص التخليص. ومنهم من فسر التمحيص بالاختبار والابتلاء، وهو يعود إلى المعنى الأول، لأن الاختبار يجعل الشيء منقا من ما فيه من الزيف، كما يحصل ذلك في اختبار الذهب بالنار. ومن هذا الباب قول الشاعر: رأيت فضيلا كان شيئا ملففا، فكشفه التمحيص حتى بدا ليا، أي جعله التمحيص ظاهرة طبيعته، متجلية طواياه، غير خافية سرائره. وفسر التمحيص بالتطهير، وذلك غير بعيد عن معنى التنقية أيضا. ومنهم من فسر التمحيص هنا بالتكفير، منهم من فسر التمحيص بالتكفير، وهذا هو المروي عن الفراء. ولذلك قدر: ويمحص الله ذنوب الذين آمنوا. وانتقد الإمام محمد عبده تفسير التمحيص بالتكفير، وقال ما معناه بأن المألوف في القرآن الكريم أن الذنوب يقال بأنها مكفرة ولا يقال بأنها ممحصة، فيقال تكفير الذنوب ولا يقال تمحيص الذنوب. وفسر هو التمحيص هنا تفسيرا يتفق مع ما تدل عليه كلمة التمحيص لغة، مع مراعاة ما قاله الكثير من المفسرين. وقال ما معناه بأن الله تبارك وتعالى أراد لهؤلاء المؤمنين أن تنجلي لهم الخفايا التي في نفوسهم وكانت غير ظاهرة لهم. فالمؤمن الذي آمن بدين الله تبارك وتعالى تحدثه نفسه وهو في الرخاء وفي السلم بالكثير الكثير مما يعود بالخير على دينه وعلى أمته، تحدثه نفسه أنه لو لقي الأعداء سيصمد أمامه ولن ينهزم، وأنه سيبذل نفسه ويفعل ويفعل، ولكن عندما يقع في الأمر الذي كان يتوقعه ذلك كان في هذا ما كان يتصور، ولذلك كان في هذا اختبار لهؤلاء المؤمنين كما يختبر الذهب بالنار، من أجل تنقيتهم من الأوهام ومن أجل العروج بهم إلى فضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق، حتى لا يغتروا بأنفسهم على أن يأخذوا كل أمر بسببه ويأتوه من بابه، ولا يعولوا على الخوارق في تحقيق النصر والتمكن من الأعداء. فلا بد من الأخذ بالأسباب، وقد جعل الله تبارك وتعالى في ما وقع على هؤلاء المؤمنين من هذه الأزمة الشديدة التي مرت بهم اختباراً لطواياهم، حتى تتكشف هذه الطوايا لأنفسهم فيعالجوا
هذه النقائص التي يجدونها في نفوسهم بتقوية صلتهم بالله تبارك وتعالى والرغبة فيما عنده عز وجل واحتقار هذه الدنيا والتعلق بالدار الآخرة. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في هذا الأمر الذي وقع جانبان، جانب إيجابي يعود على المؤمنين وجانب سلبي يعود على الكافرين، وكلا الأمرين يعودان إلى أصل واحد. ومن المعلوم أن الأمر يقدره الله تبارك وتعالى فيكون له أثران، ينزل الله تبارك وتعالى ما يشاء من كتابه فتهتدي طائفة من الخلق وتضل به طائفة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنزول القرآن فيه شفاء وفيه رحمة للمؤمنين، ولكن بالنسبة إلى الكافرين إنما يزيدهم خسارة. فهو أمر واحد له وجهان. وكذلك هذه الحادثة التي وقعت كان فيها جانبان، جانب يتعلق بالمؤمنين وهو التمحيص، وجانب يتعلق بالكافرين وهو المحق. فجانب المؤمنين فيه إزالة، إزالة لنقائص وإزالة لذنوب، وجانب الكافرين فيه أيضا إزالة ولكنه إزالة لذواتهم وتحطيم لمعنوياتهم وقضاء عليهم. نعم، هم بدا لهم بادئ ذي بدء أن ما وقع إنما هو نصر لهم، ولكن الله تبارك وتعالى أثبت هنا أن ذلك لم يكن نصرا لهم، إنما النصر هو الذي تستمر آثاره وتمتد نتائجه. أما ما حصل للكافرين فلم يكن نصرا، إذ الكافرون إنما اغتروا بما ظنوا أنهم قد أنجزوا، وذلك بطبيعة الحال يعود بالوبال عليهم. فالمؤمنون إنما أخذوا العبرة من هنا ليزدادوا إيمانا ولتقوى صلتهم بالله تبارك وتعالى، وليعودوا إلى أنفسهم فيطهروها من رجس تلك الطباع التي قعدت بهم عن تحقيق النصر. والكافرون كان الأمر بخلاف ذلك، إنما زادهم ذلك غرورا بحيث نسوا ما كان من نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين في غزوة بدر حتى تحقق لهم النصر المبين ووصلوا إلى الفتح العتيد وهزم الكفر هزيمة ساحقة. ظنوا أنهم بما حققوه في غزوة أحد إنما هزموا المسلمين هزيمة نكراء، على أن المحق فسر تفسيرا بمعنى النقص وبمعنى الذهاب بشيء، يقال محق الشيء بمعنى ذهب به، ويقال محق الشيء بمعنى نقصه.
ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ويمحق الربا، أي يجعل الله تبارك وتعالى فيه النقص وزوال البركة حتى ينتهي. ومن المعلوم أن تناقص الشيء شيئا فشيئا يؤدي إلى زواله وذهابه. وكثير من المفسرين قالوا بأن هذا المحق للكافرين هنا لا يعني محق جميع الكافرين، وإنما هو خاص بطائفة وهي التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الطائفة هي الطائفة التي محقت. والسيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنار يرى أن المحق هنا لا يعني الذهاب بجميع ذواته، أي إعدام هؤلاء الكفرة جميعاً، وإنما المراد بالمحق ما أصاب معنوياتهم. فهؤلاء الكفار بسبب هذا الذي حل بهم يغتر، ثم بعد ذلك أدى بهم الغرور إلى عدم النظر في عواقب أمرهم، فهم نظروا إلى ظاهر الأمر وظنوا بأن الله تبارك وتعالى سيديل لهم على المؤمنين دائما، فلذلك أصبحوا متغطرسين أكثر مما كانوا من قبل، وهذا مما يجعل الله تبارك وتعالى عاقبة أمره خسرا. فالكافر إن تحقق له شيء من النصر إنما يزداد عتوا وغلوا في كفره، ويزداد ظلما لعباد الله تبارك وتعالى، وانتقاصا لحقوقهم وعدم المبالاة بحرماتهم، وعاقبة ذلك كله عاقبة خاسرة. ومع هذا كله فإن الله تبارك وتعالى يجعل المحق لهم باهتزاز معنوياتهم لما يحيق بهم من عاقبة مكرهم وسوء فعلهم، فإنهم تتحطم معنوياتهم شيئا فشيئا حتى تتلاشى هذه المعنويات وتذهب عزتهم وكرامتهم، ومهما يكن لهم من تمسك بأخلاق تعتبر حميدة كالشجاعة والإقلام ونحو ذلك، فإن هذا يتداشى شيئا فشيئا حتى يكون الجبن في مكان الشجاعة والضعف في مكان القوة، ويتحول بعد ذلك إلى أمة خاسرة، أمة مهزومة. وهكذا سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يريد للمؤمنين العزة والكرامة، وذلك عندما يتمسكون بإيمانهم. ولئن كان أولئك المؤمنون الذين كانوا في عهد النبوة مع إخلاصهم الإيمان وثباتهم على المبدأ وتمسكهم بأهداب الفضيلة وبعدهم عن الريب، أراد الله تبارك وتعالى أن يمحصهم حتى تتكشف سرائرهم التي ربما كانت مخبوءة حتى عن أنفسهم. فما بال الناس اليوم وهم كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن الوهن في صدوركم. قيل له وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. فما يقع بالأمة إنما هو داع لهم إلى الاعتبار والادكار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتأمل النقائص التي فيهم حتى يسدوا خللها بما يعود عليهم بالخير والعزة والكرامة
وذلك بأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى عودا حميدا يستحقون به رعاية الله تعالى ونصره. فإن الله سبحانه وتعالى إنما ناط نصره لعباده بنصرهم إياه عندما قال إن تنصروا الله ينصركم، وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا الموقف يقتضي محاسبة النفس حتى لا يكون هذا محقا بل ليكون تمحيصا كما كان لسلف هذه الأمة عندما كانوا حريصين على الخير. وقد أتبع الله تبارك وتعالى ذلك قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي هذا ما يؤكد على أن كل شيء إنما هو منوط بسببه، فخير الدنيا وخير الآخرة منوطان بأسبابهما، والله تبارك وتعالى لا يجامل أحدا من عباده، إنما لله سبحانه سنن، وهذه السنن لا تتبدل في الأمم ولن تجد لسنة الله تبديلا. فخير الدنيا وخير الآخرة إنما هما بحسب السنن التي بيّنها الله تبارك وتعالى لعباده. فالجنة يؤتى إليها من سبيلها ويوصل إليها بأسبابها، كما أن النصر والتمكين أيضاً يوصل إليهما بسلوك سبيلهما ويتحققان بالأخذ بأسبابهما. وبدون ذلك فإن من تعلق بالأماني والأوهام كانت عاقبة أمره خسرا. وما نيل المعالي بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ولئن كان هذا في أمر الدنيا فإن أمر الدين وأمر الآخرة إنما يجب أن يكون الإنسان حريصا على الأخذ بالأسباب وألا يفرط في هذه الأسباب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم، هذا خطاب وجهه الله تبارك وتعالى إلى المؤمنين الذين شاهدوا غزوة أحد، فإن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لهم أن دخول الجنة منوط بأسبابه ومرهون بالعمل الذي يبلغ عباد الله تبارك وتعالى الجنة. وفي مقدمة هذه الأعمال بعد عبادة الله تبارك وتعالى الخالصة المحضة الجهاد في سبيله، فهم مطالبون بأن يجاهدوا في سبيل الله حتى يتحقق لهم ما يصبون إليه من دخول جنة أرضها السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يوبخهم هنا بأنهم يريدون الجنة ولكن لم يأخذوا بأسبابها، لأنهم لم يجمعوا بين الجهاد والصبر. وأم هي في الأصل لتحقق أحد أمرين من غير تعيين، كما يقال أجاء زيد أم عمرو. فالأصل فيها أنها للمعادلة بين أمرين، تحقق أحدهما ولكنه مشكوك في تعيينه بحيث لم يتبين أنه هذا أو ذاك. ولأجل ذلك
تأتي متوسطة ما بين هذين الأمرين وتعادل بهمزة الاستفهام، وعندما تقطع عنها همزة الاستفهام كما في هذا المكان في هذا المقام فإنها تكون للإضراب مع بقاء معنى الاستفهام فيها، فهي لا تخلو عن معنى الاستفهام. هكذا قال الزمخشري والمحققون، وذهب بعضهم إلى أن أنها في مثل هذا المقام تكون بعيدة عن الاستفهام، ليست للاستفهام وإنما هي للإضراب المحض. وقد أورد هؤلاء أدلة على ذلك، ولكن تؤولت بما يدل على أنها لا تخرج عن معنى الاستفهام. ولذلك فسرها سيبويه بأنها بمعنى بل مع همزة الاستفهام، أي بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. والاستفهام هنا إنما هو للتوبيخ، فهؤلاء مع فضلهم وعلو أقدارهم يوبخون على هذا، يوبخون على هذا الحسبان أنهم حسبوا بأن الجنة ميسرة حتى يتمكنوا من دخولها من غير أن يمتحنوا امتحانا يتجلى فيه المجاهد الصابر من غيره. هذا. ومن العلماء من ذهب إلى تقدير معادلة لها هنا، أي جعل معادلة ما بين هذه الجملة وجملة مقدرة محذوفة، وهؤلاء منهم من قدر بهذه المعادلة: أعلمتم تلكم الأسباب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أو استفدتم من تلكم الحكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم، أو أعرفتم هذا وتيقنتموه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وهذا حكاه الفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني، وحكاه أبو حيان عن ابن بحر، وهو الذي ذهب إليه الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا، فقالوا إن الكلام مسوق مساق اعتبار ما تقدم ذكره في الآيات السابقة التي تدل على ضرورة الأخذ بسنن الله تبارك وتعالى التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى في قول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى ما إلى غير ذلك من الآيات التي تحدثت عن هذا الجانب. وانتقد أبو حيان هذا التقدير كما انتقده الألوسي أيضا، واعتبره تكلفا لأن المقام لا يقتضي ذلك، وإنما الحديث السيقى مساق التوبيخ لهؤلاء الذين ظنوا أن دخول الجنة أمر ميسر، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. سبق الحديث في الدرس الماضي في قوله تبارك وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا منكم والذي يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء،
في سبق الحديث في بيان معنى العلم في مثل هذه الحالة، لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فمنهم من فسر ذلك بالتمييز، معنى التمييز بين الذين جاهدوا وصبر والذين لم يجمعوا بين الجهاد والصبر. ومنهم من فسر العلم هاهنا بمعنى الوقوع، أي وقوع الشيء المعلوم. فالمراد بالنفي هنا نفي الملزوم، إذ العلم لازم للوقوع، أي الوقوع. وقوع الجهاد مقرون بالصبر، أي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة في حين أنه لم يقع منكم جهاد مقرون بالصبر حتى يعلم الله تبارك وتعالى ذلك منكم، وتكونوا بسبب ذلك أحقاء بدخول هذه الجنة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين قرأت هكذا ويعلم بالنصب، وهذه القراءة هي القراءة المشهورة عند العشرة، قرأ بها القراء العشرة جميعا. وهناك قراءة ويعلم بالجزم معطوفا على ما قبله مع التخلص من التقاء الساكنين بالكسر كما هو الأصل. وهناك قراءة ويعلم، وهذه والقراءة قراءة ويعلم هي منسوبة إلى أبي عمرو في رواية عبد الوارث عنه، وهو أحد القراء السبعة. فعلى هذا هي قراءة سبعية ولكنها بإحدى الروايات. فأما قراءة من قرأ بالجزم فلا إشكال فيها، لأنها معطوفة على ما قبلها. وأما قراءة من قرأ بالنصب فهذا لأن الواو واو المعية، وعلى هذا فالفعل منصوب بأن مضمرة بعد مقدرة بعد واو المعية، أي وأن يعلم الصابرين. وهذه الواو واو المعية تدل على الجمع ما بين الأمرين، أي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يتحقق منكم جهاد وصبر مع حتى تكونوا أحرياء بدخول الجنة، لأنكم أخذتم بأسباب دخولها وهو طاعة الله تبارك وتعالى ببذل نفوسكم في سبيل الله مع صبركم على ما تلقونه حتى يتحقق لكم النصر العتيد. ومن المفسرين والنحويين من ذهب إلى أن الفتحة هنا ليست فتحة نصب، وإنما هي فتحة تخلص من التقاء الساكنين، وإنما كان التخلص من التقاء الساكنين بالفتح لأجل مراعاة الفتحة في اللام التي بعد هذه، بحيث تكون هذه الفتحة مجانسة لفتحة اللام في اسم الجلالة. وقالوا بأن الفتح هو أخف من الكسر، فلذلك روعي الأمران كلاهما، وهو مجانسة هذه الفتحة لفتحة الحرف الذي يلي الساكن
وذلك اسم الجلالة، أو من أجل ومن أجل مراعاة الخفة في هذه الحركة، فالفتحة هي أخف الحركات. وقطب الأئمة رحمه الله تعالى ذهب في همياني إلى أن هذا مشكل من وجهين. أولهما أنه لم يأتي في القرآن الكريم تخلص من التقاء الساكنين بين كلمتين، لم يأتي تخلص من التقاء الساكنين بين كلمتين إلا في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم على قول. والأمر الثاني أنه يؤدي ذلك إلى أن يكون كل من الأمرين منفيا، أي الجهاد والصبر، في حين أنهم جاهدوا ولكنهم لم يصبروا، فهم جاهدوا وتحقق جهادهم ولكن مع ذلك لم يتحقق صبرهم. فلو لم تقدر الواو واو المعية وجعلت واو العطف لكان معنى ذلك النفي، نفي الجهاد ونفي الصبر، نفي كلا الأمرين. ولكن قال بأن الثاني، التعليل الثاني، يمكن بأن يتخلص من إشكاله نظرا إلى أنه قد يقول القائل: ما جاء زيد وعمر، وهو يعني أنه لم يجي أي واحد منهما، ولا يعني أنهما لم يجيء معا. وقد يكون معنى قوله ذلك أنه لم يجيء معا، واستبقى الإشكال الأول. ولكن مع هذا نقول بأن التخلص من التقاء الساكنين بحركة والساكنان في كلمتين متجاورتين مما هو معهود في القرآن الكريم كثيرا، والعجب مما قاله القطب رحمه الله أن ذلك غير معهود، فإن القرآن ورد فيه نحو ذلك كثيرا، كقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ومن ذلك قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فإذا التخلص من التقاء الساكنين مع كون الساكنين في حرفين متجاورين من كلمتين متجاورتين أمر معهود في القرآن، إلا أن يعني بهذا التخلص بالفتح. ولعله ذكر الفتحة، أي التخلص بالفتحة، وسقطت من الطبع، قد يكون ذلك محتملا. وعلى أي حال، فإن الآية الكريمة إنما تدل على أن الله تبارك وتعالى جعل الجنة مرهونة بالطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، ومن هذه الطاعة الجهاد والصبر على هذا الجهاد. وهؤلاء المؤمنون لا ريب أنهم جاهدوا، ولكن في ذلك الوقت لم يصبروا، وإنما تلكم الظروف هيأتهم للصبر فيما أقبل، حتى استحقوا نصر الله تبارك وتعالى وتبوأوا المكان الرفيع عنده، بوأهم الله سبحانه وتعالى العزة في الدنيا والسعادة في العقبى، من أجل أنهم جمعوا بين النصر وبين الجهاد في سبيل الله. وقراءة من قرأ ويعلم الصابرين، قالوا بأن الواو هنا إنما هي واو الحال، ولكن انتقد
ذلك أبو حيان بأن واو الحال لا تدخل على الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع إنما هو بمثابة اسم الفاعل، ولما كان بمثابة اسم الفاعل فإن واو الحال لا تدخل عليه، إذ لا يقال جاء زيد ضاحك جاء زيد وضاحكا، أي لا تدخل واو الحال على اسم الفاعل. فكذلك الفعل المضارع تدخل عليه واو الحال وحده من غير أن يقدر قبله شيء إلا إذا قدر. هنا محذوف، أي وهو يعلم الصابرين، فإذا قدر قبل المضارع ما هو محذوف فإنه على أي حال يمكن أن تحمل الواو على أنها واو الحال، وهذا لا ريب فيه وظاهر. ولكن هنالك إشكال في قوله في قول الزمخشري الذي هو الذي حمل الواو هاهنا على أنها واو الحال، في قوله بأن المعنى وأنتم صابرون، إذ الدلالة على صبرهم هنا وإسناد ذلك الصبر إليهم دلالة فيها شيء من الغموض. وهذه الآية الكريمة فيها نفي صبر أولئك، نفس جهادهم مقرونا بالصبر في قوله سبحانه وتعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لما تفيد ما تفيده لم، ولكن مع الفارق بينهما في بعض المعاني الدقيقة، ومن ذلك أن لم إنما تفيد نفي الفعل غير المؤكد، فإذا قيل فعل وأريد نفي هذا الفعل قيل في مقابله لم يفعل. أما لما فإن دلالتها أقوى من دلالة لم، ولذلك تفيد نفي الفعل المؤكد. فقولهم لما يفعل إنما هو لنفي قد فعل، هكذا قال سيبويه وقال ذلك كثير آخرون. ومنهم من ذهب إلى أن لما إنما تفيد نفي الفعل المتوقع أن يفعل، أي تفيد استمرار النفي إلى وقت النطق بالنفي لكن مع توقع أن يفعل ذلك، وهذا الذي قاله الزمخشري. وعلى هذا فهنا ما يدل على أن جهاد هؤلاء وصبرهم أمران متوقعان وأنهما سيحصلان في المستقبل، فلو نفي ذلك عنهما فيما مضى فإن المستقبل مؤذن بأنهم سيجاهدون جهادا مقرونا بالصبر. هذا معنى ما ذهب إليه الزمخشري، وقد أكد ذلك في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقال بأن هؤلاء الأعراب الذين نفي عنهم الإيمان في ذلك الوقت دخل الإيمان في المستقبل في قلوبهم بعدما كان منفيا عنهم. وقد تعقب كلام الزمخشري هذا أبو حيان بأن ما قاله من أنه يتوقع الفعل المنفي بلما لم يجده لأي أحد من النحويين قبله، وإنما المعروف عند النحاة
بأن النفي بلم لا يستمر، لا يلزم استمراره إلى وقت النطق، فبإمكان الإنسان أن يقول لم يقم زيد ثم قام، بخلاف النفي بلما، فإن لما يستمر منفيها إلى حين النطق، فلا يمكن أن يقال لما يقم زيد ثم قام، لأنها تفيد استمرار النفي إلى وقت وقوع هذا النفي بلما. وهذا الذي قاله أبو حيان تعقبه بعد ذلك بنفسه، بأنه وجد الفراء، وجد الفراء يشير إلى ما قاله الزمخشري، من حيث إنه قال بأن في النفي بلما التعريض بوقوع منفيها، فهذا يفيد بطريق الإشارة ما ذهب إليه الزمخشري. وقد تعقبه الألوسي بأن في كلام سيبويه ما يشير إلى ما قاله الزمخشري أيضا، وكذلك العلامة سيد محمد رشيد رضا، فإنه قال بأن الزمخشري انتقده من لم يعرف كلامه حق المعرفة، انتقده من لم يعرف كلامه حق المعرفة، فهو يشير إلى أن أبا حيان لم يدرك أبعاد كلام الزمخشري. وقد رأيت العلامة ابن عاشور يشير أيضا إلى أن النفي المستمر إلى وقت النطق بهذا النفي يؤذن بوقوع هذا المنفي فيما يأتي، أي بطريق الإشارة أو بطريق المفهوم بأن المستقبل سيكون الأمر فيه بخلاف ما ذكر إلى لما يفعل فلان كذا، أي لما يفعل بعد إلى وقتنا هذا. ومعنى ذلك أنه من المحتمل أن يكون فاعلاً له فيما يأتي. وعلى أي حال، فإن الآية الكريمة إنما دلت على أن الجنة إنما تؤتى من طريقها، وطريقها الجهاد والصبر. وقد تساءل الإمام محمد عبده بأنه ربما قال قائل بأن الجهاد فرض على الكفاية، ومعنى ذلك أنه ليس كل من لم يجاهد لم يدخل الجنة، وأجاب عن هذا بما أن معنى الجهاد هنا أعمق وأشمل من ذلك المعنى. الجهاد في الاصطلاح القرآني يدل على معناه اللغوي، وهو بذل الجهد والطاقة بقدر المستطاع من أجل تحقيق المراد. فإذا معنى الجهاد إنما هو استقصاء الإنسان جهده في الخير. قد يكون هذا الجهاد جهاد قتال، وقد يكون هذا الجهاد جهاد النفس، ولذلك سمى السلف جهاد النفس الجهاد الأكبر، لأن الإنسان يغالب رغبته بجهاده نفسه. وأعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان شهوته، لا سيما في مرحلة الشباب، فمن جاهد هذه الشهوة حتى تمكن من السيطرة عليها ولم تتمكن هي من السيطرة عليه، كان ذلك من أفضل الجهاد. وكذلك الجهاد جهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بإبلاغ هذه الدعوة إلى الناس، ومحاولة إحياء السنن وإماتة البدع، فإن ذلك كله إنما يندرج في معنى الجهاد. وذلك كله أيضا يستوجب الصبر. وذكر الإمام محمد عبده بأن تحويل العوام عن مألوفاتهم وعاداتهم حتى تكون حياتهم طبق السنة النبوية أمر فيه صعوبة ويحتاج إلى مراس وصبر شديد. ثم قال بعد ذلك:
بأن اقتلاع ضلال الخواص هو أشد مراساً وأحوج إلى مزيد من الصبر من مواجهة العوام، أي عندما يكون الخواص ضالين فهؤلاء يحتاجون إلى مراس أكثر، لأن ضلالهم إنما كان عن معرفة وإدراك وتعمل، فلذلك يحتاجون إلى صبر ومصابرة في دعوتهم. الآية الكريمة كما قلنا إنما دلت على أن هؤلاء المؤمنين لم يجمعوا في تلكم الغزوة بين الجهاد والصبر، أما الجهاد فقد جهلوا، ولكن الصبر نفد صبرهم، لا سيما أولئك الرماة عندما ظنوا بأن الأمر انقلب لمصلحتهم وأن عدوهم قد انكشف، وحرصوا على الغنائم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يبقوا مكانهم وألا يبرحوا مهما كان الأمر. هم لم يصبروا حتى يتحقق لهم ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسرعوا إلى مطامح، فلذلك نفي عنهم الصبر. أما الجهاد فمن المعلوم أنهم جاهدوا، ولكن الصبر أعوزهم في هذا الموقف من أجل رغبات النفس. والصبر أمر تدعو إليه الضرورة في كل شيء، ولذلك نيط به الفلاح والنجاة من الخسران، فإن الله تبارك وتعالى ناط النجاة من الخسران الذي كتبه على بني الإنسان بأربعة أشياء، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن نفس العمل الصالح هو بحاجة إلى الصبر وبحاجة إلى أن يكف الإنسان نفسه عن هواها ورغباتها، وكذلك التواصي بالحق هو نفسه بحاجة إلى الصبر، فلذلك كان الصبر أمراً ضرورياً في ذلك، والجهاد وبحاجة إلى الصبر. إن لم يكن الجهاد مقروناً بالصبر فإن عاقبته تكون عاقبة خاسرة، فالناس تختلف أحوالهم وتتباين مواقفهم، ربما أقدم البطل حتى حقق النصر ولكنه لم يصبر على إحراز مكاسب النصر، فإذا به يتخلى عن موقفه، وذلك مما يمكن عدوه منه. ومعنى هذا أن الصبر هو الذي يحقق النصر، ولذلك اعتذر زفر بن الحارث الكلابي عن هزيمة قومه وانتصار أعدائهم عليهم بأن أعداءهم كانوا أصبر منهم، وإلا فهم بادلوهم الطعن والضرب. يقول: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. فالضرب والطعن كان متبادلا بين الفريقين، ولكن أولئك حرصوا على الصبر وتحقق لهم النصر حتى انكشف على عدوهم. وهذا كما يقول المتنبي: فحب الجبان العيش أورده التقى، وحب الشجاع العيش أورده الحرب. فحب الجبان العيش أورده التقى، وحب الشجاع العيش أورده الحرب. ولا يعني بالتقى هنا التقوى التي اصطلح عليها وهي تقوى الله تبارك وتعالى، ولكن يعني اتقاء الحرب، أي الجبان بسبب رغبته في العيش يحرص على أن يتأخر عن الحرب بسبب حبه العيش، ويتقي هذه الحرب، بينما الشجاع بعكس ذلك إنما يرى أن العيش إنما يتحقق له بوروده الحرب. يقول أحد أبطال العرب، يقول: تأخرت أستبقي الحياة فلم يجد،
لنفسي حياة غير أن أتقدم. يعني تأخره هو الذي يمكن العدو منه، بينما جرأته وإقدامه هي التي تمكنه من العدو. فلذلك كان الصبر أمرا ضروريا. وهؤلاء المؤمنون محصهم الله تبارك وتعالى بهذه الحادثة، محصهم بهذه الأزمة التي مرت بهم، فلذلك صبروا. وقد تجلى هذا الصبر، تجلى على الفور عندما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة عدوهم في حمراء الأسد. ومع ذلك كانوا مكلومين مصابين، ولكنهم نهضوا من عثرتهم وبادروا ليذهبوا إلى العدو برباطة الجيش وبنفوس محتسبة راجية من الله تبارك وتعالى الخير. فكان عقبة ذلك أن هزم العدو وأقلق العدو بما أورثه الله تبارك وتعالى المؤمنين من الثبات. وهكذا، ولئن كان أولئك المؤمنون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم الله تبارك وتعالى هذا الخطاب مع علو أقدارهم ونصرتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسوخ إيمانهم وثبوتهم على مبدئهم وعدم ترددهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم الله تبارك وتعالى هذا الخطاب، فما بال من تسول له نفسه بأنه سيحرز الجنة من غير أن يعمل لها عملا صالحا ومن غير أن يتوقع سيئات الأعمال. هذه من الأماني الفارغة. الله تبارك وتعالى بيّن أن هذه الأماني كانت في الأمم السابقة. يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد رأينا المفسرين في هذا الموقف في هذه الآية الكريمة تحدثوا عن ضرورة العمل من أجل الجنة، ومما قاله الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة بأن الآية الكريمة تؤذن بأن حب الدنيا وحب الله تبارك وتعالى لا يجتمعان في قلب، فبقدر ما يزيد هذا ينقص ذلك. ومن أحب الدنيا أخلد إليها، ومن أحب الله سبحانه وتعالى فإن حب الله عز وجل هو الذي يدفع به إلى العمل الصالح والاستعلاء على رغبات النفس والتمكن من والسيطرة على شهواتها حتى تكون شهوات هذه النفس مأسورة لها، ولا تكون النفس مأسورة لهذه الشهوات. وقال بأن حب الله تبارك وتعالى لا تزعزعه الأحداث، فمهما وجد الإنسان من صعوبات ومهما وجد من قلاقل ومهما مر بأزمات فإن ذلك لا ينقص من حبه الله تبارك وتعالى شيئا إن كان حقا محبا لله سبحانه وتعالى. فإن الحب لا ينقص بالجفا ولا يزيد بالوفا، هكذا قال. وهذه الجملة الأخيرة فيها نظر، فإنه مهما كان لا ريب أن الحب الحقيقي لا ينقص بالجفا ولكنه يزيد بالوفا. إذ الحب يزداد شيئا فشيئا، فكلما كانت هناك دوافع لهذا الحب زائدة ازداد الحب. فالعبد يحب الله تبارك وتعالى لجلاله وعظمته وكبريائه ولما يسبغه عليه من النعم، فكل نعمة تزيده حبا لله تبارك وتعالى. حب العبد لربه تبارك وتعالى حب يزداد
بقدر ما يتجلى له من آياته سبحانه، وبقدر ما يمنحه تبارك وتعالى من آلائه، فلا يقال بأنه لا ينقص لا يزيد بالوفاء، بل يزيد، ولكنه كما قال لا ينقص بالجفاء. وأما حب الدنيا فلا ريب أن القرآن الكريم حذر من التعلق بهذه الدنيا، وبين أن الرغبة في الدنيا والرغبة في الآخرة هما أمران متضادان، فالله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا كله يدل على ضرورة العمل الصالح وتوقي السيئات، فإن حب الدنيا هو الذي يدفع بالإنسان إلى أن يفرط في الأعمال الصالحة، ويدفع به إلى أن يتهالك على الأعمال السيئة، لأنه لا يبالي بعاقبة أمره بسبب أن حبه الدنيا أعماه. فإذا الآيات هذه كلها تدل على أن الجنة إنما يسلك طريقها بالأعمال الصالحة وبتجنب الأعمال السيئة، وأن على الإنسان ألا يتشبث بالأماني وألا يغتر بها. هذا، وقد ذكر قطب الأئمة رحمه الله بأن الآية الكريمة، ذكر ذلك في التيسير، أن الآية الكريمة تدل على أن الجهاد فرض كفاية، وهذا ما قاله الإمام الألوسي في تفسيره، واستدل له بمن في هذه الآية، وقال بأنها للتبعيض، ولكن هذا غير ظاهر، فإن من هنا ولو كانت للتبعيض إلا أن ذلك لم يدل على أنه على أن الإنسان مطالب بأن على أن الأمة مطالبة بأن يكون بعضها مجاهدين صابرين، ولا يلزم أن يكونوا جميعا. هذه الدلالة دلالة غامضة، دلالة بعيدة، وإن كانت هنالك أدلة أخرى تدل على أن الجهاد في عمومه إنما هو فرض كفاية، إلا عندما تكون حالات طارئة تستوجب أن يجاهد كل أحد بنفسه وماله، على أن الجهاد أيضاً قد يكون جهاد بالمال. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازياً فقد غزا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت عباده المجاهدين وأن يقوي عزائمهم وأن ينصرهم نصراً عزيزاً. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستأصل شافتهم، وشتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعدنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.